دكتور بشوي شهدي، باخد دبلومة أورثو بيرفكت بريسز، بقالنا حوالي كده داخلين على 3 شهور. وبصراحة يعني الكمية اللي خدناها أو محتوى كده حاجات كويسة خالص، يعني زي نعرف نعمل دايجنوزس تريتمنت بلان، يعني حاجات كده يعني إن شاء الله كده تمكن الواحد يعني إن هو يعرف يشتغل. ونبدأ كده الحالات مع دكاترة بصراحة يعني ممتازين، خصوصا دكتور عمر. المحتوى العلمي مبسط وبيحاولوا يوصلوا لنا المعلومة بشكل بسيط كده على أساس نعرف نشتغل ونفهم إحنا بنعمل إيه بالظبط يعني. وأتوقع يعني إن شاء الله كده يعني مع المحاضرات دي بالمحتوى اللي بناخده والمستوى ده، يعني ممكن شهر أو شهرين كده نبقى قادرين يعني نبدأ شغل حالات مع متابعة الدكاترة. طبعا نقدر يعني نبدأ كده، ومستني أنا مستني طبعا إن إحنا نبدأ الشغل في العيادة، نبدأ نتابع الحالات عشان نطبق اللي إحنا خدناه ده كله الكلام النظري ده، نبدأ بقى نشتغل عملي ونتابع الحالات بنفسنا مع متابعة الدكاترة. مكان بيرفكت بيسيس يعني مكان ممتاز بصراحة، سعر كل كورس أو الدبلومة كان كويس ومناسب، مواعيده مناسبة والتنظيم كويس، دكاترة ممتازة. أرشح المكان طبعا بيرفكت بيسيس لأي حد مهتم بالورثو، هو تخصص ورثو بس يعني، فده التخصص بتاعه يعني.